يعني انا بقف بيجيني العيان بيجي معاه واحد اتنين وتلاته وعشره مش بعرف مش بيعرف العيان ياخد حقه بالعكس انا ببقى واقفه ورايا مطوع ورايا سكينه لحد دلوقتي بقى بأسلاح كمان. حضرتك يوم التلات اللي فات انا كنت هنا انا بطش جراحه في قسم استقبال وطوارئ بالمستشفى جاي العيان لقيته بيقول لي انا عاوز حقنه مسكن. قلت له اسف حضرتك المستشفى بتاعتي مستشفى بلد الخروج قسم استقبال وطوارئ فيها بقى له خمس شهور مفيش حقنه مسكن. مدير الطوارئ عارف يا فندم ان انا بكلمه كده مدير الطوارئ عارف ومدير الاستقبال عارف وايه ومدير المستشفى مسكني كده من بدايه العمليات كده. قلت له ساعة ما عملت اضراب محدش عارف يكلمكم. قلت له حضرتك ايه يا فندم حضرتك قال لي انت مش عارفني ولا ايه؟ قال لي انا مباحث لحضرتك حتى لو انت مباحث محدش مسموح له انه يمسكني من هنا لو سمحت نزل ايدك. قال لي اذا كان عاجبك جاي قاطع بدايه العمليه وبدات الضرب على طول. كان معتاد من ساعه الثوره ما بقاش انفلات امني بس بقى انفلات اخلاقي. كل الناس بتيجي بتتهجم علينا ومفيش حد بيعاملنا كمان ادمين. يعني كل اللي داخل المستشفى بيبقى عايز حاجته تتقضي في لحظه مش مشكله في مريض بيتعالج قبل منه ولا بيتكشف عليه ولا بيتخيط قبل منه لا. يعني كان في واقع قبل كده في الاستقبال ان في واحد جاي متعور بمطوه ومش مهم ان اللي قبل منه يتخيط لا رفع سلاح على الدكتور وقال له خيطنا انا الاول. حضرتك الشرطه العسكريه جايه كحمايه منشاه وليس معامله مع الناس. احنا من ساعه ما الشرطه العسكريه جت وبدات تتعامل معانا بتتعامل كحمايه منشاه